بسبب تفشي وباء كورونا، قمنا باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا المرض على الصعيد العسكري طبعاً. فتم منع الزيارات بين المدن أو الساحات الأخرى، وعلى هذا الأساس قمنا بتوزيع الرفاق على مداخل المدن للحد من الزيارات، ويقومون رفاقنا بالعمل على هذا الأساس على مدار 24 ساعة في اليوم. طبعاً رغم تفشي هذا الوباء ورغم خطورته، إلا أن رفاقنا في الشرطة العسكرية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية رفاقهم من هذا الوباء.